السلام عليكم. وقف وزير الأشغال العمومية السيد الخضر الحروخ على مشروع المنفذ الجديد لميناء وهران باتجاه طريق السياشة الغرب، حيث أنه فيه يعني تأخر كبير لهذا المشروع، والسبب هو تغيير المعايير والمقاييس نتاع المشروع اللي كان يعني زوج خطوط في اثنين أصبح الآن ثلاثة خطوط في اثنين بسبب توسعة نتاع المشاريع الضخمة اللي تعرفها المنطقة، ومنها مركب جديد صيني لإنتاج الحديد اللي سوف ينجز في منطقة بطيوة وأرزي، وكذلك فيه التوسعة نتاع ميناء تاع وهران اللي الآن تقرر توسعة الطريق هذا تاع المنفذ اللي كان زوج خطوط ولا ثلاث خطوط يعني. وهذا التغيير في المقاييس تاع المشروع إذا أدى إلى زاد إضافة في الديلي دياليزاسيون. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو نتاع الزيارة نتاع الوزير الأشغال العمومية إلى مشروع الطريق السيار المنفذ لميناء وهران باتجاه طريق سيار شرق غرب على امتداد 26 كيلومتر. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو والسلام عليكم. Thank you.